نحن نتابع هذا الموضوع بتفاصيله من بون الألمانية. ينضم إلينا سيد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور جاسم. كأرقام، هل من جديد فيما يتعلق بقطع مصادر تمويل داعش؟ هل لدينا أرقام جديدة؟ ما يتعلق في أعقاب خسارته إلى تنظيم إلى معاقله في سوريا والعراق لا توجد أرقام، لكن بالتأكيد أنه ما قبل سوريا والعراق كانت هنالك أرقام. على سبيل المثال عام 2015 وصلت ميزانية هذا التنظيم إلى تقريبا مليار دولار، وكذلك هنالك يعني كان تقريبا وصلت إلى تقريبا 3 مليار دولار أملاك تنظيم داعش. هذه الأرقام طبعا ما قبل خسارته إلى إلى معاقله، لكن في أعقاب خسارة التنظيم أجد أنه التنظيم لم يعد يحصل على موارد للتمويل. يعني جميع التحقيقات ظهرت بأن هذا التنظيم لم يعد قادرا على إضافة شيء إلى أمواله السابقة، لكن ممكن أن يستخدم الأموال السابقة في عمليات إرهابية. ما الأموال التي ما زالت لديه؟ وكيف نشرح ما قلته؟ يعني قلت بأنه ما في، هل يمكن إعادة تنظيم نفسه فيما يتعلق بالأموال كمصادر تمويل جديدة، تحايل على قطع الأموال هذه أم لا؟ هنالك لجنة داخل مجلس الأمن، لجنة مكافحة الإرهاب، وكذلك هنالك لجنة أخرى هي داخل التحالف الدولي، وآخر اجتماع كان لها في الأردن خلال شهر فبراير. هذه مهمتها أن تتقصى وتتعقب أموال تنظيم داعش، أملاك وأموال تنظيم داعش أين ذهبت. هذا التنظيم مثل ما شرحنا سابقا بأنه يقوم على شبكة من العمل وعلى واجهات وهميه، فلذلك هو وضع امواله في شركات استثمار، في عقارات، وكذلك في مؤسسات اخرى. فلذلك من مهمه هذه اللجان هي تعقب اموال تنظيم داعش في سبيل الوصول الى هذا التنظيم. لكن يذكر بأن التنظيم الآن أصبح، عندما نتحدث عن تنظيم مركزي، هذا التنظيم فقد قياداته وفقد اتصالاته، وهنالك إجماع بأن هذا التنظيم تحول إلى فروع وإلى تنظيمات مناطقية. فإذا الأموال التي ذهبت أجدها أنه لا تصب في صالح فروع التنظيم ولا المجموعات المناطقية. في ممكن مساعدات، مصادر تمويل حتى لو لم تكن بالأرقام الكبيرة، يعني فردية من ربما أشخاص يعني متعاطفين مع التنظيم، و يعني الاستراتيجية الجديدة لتنظيم داعش عن طريق ذئاب المنفردة، ما حدث مؤخرا في فرنسا، هل تكلف التنظيم؟ ما يتعلق بالعمليات المنفردة هي لا تكلف التنظيم، كون أنه يقوم بالإعداد والتخطيط ضمن الإمكانيات الفردية. لكن ما يتعلق بالوسائل الجديدة هي الحوالات المالية، خاصة من أوروبا، وجدت تقريبا من 2 إلى 3 مليون هي حوالات مالية تذهب إلى التنظيم، خاصة تحديدا في العراق وسوريا. وهذه توجه جديد، يعني توجه جديد إلى دعم المجموعات الإرهابية خاصة في سوريا والعراق. في مساعدات تصل عن طريق فردي فقط، غير منضمين، بالتأكيد التنظيم أيضا يقوم على أساس الأتاوات وعلى أساس الابتزاز وعلى أساس قطع الطرق، لكن ما عدا ذلك هنالك أيضا مجموعات أو أشخاص ومؤسسات تقدم التبرع إلى هذا حتى التنظيم. الآن ما زال يقوم على هذه المساعدات، يعني يعتمد عليها إلى حد كبير، يعني يمكن بالنسبة للبعض بعد ما حدث له معنويا وعسكريا وماديا قلت، إذا لم نقل توقفت هذه المساعدات. تمت من يقول بأنه بالعكس، من لا يزال متعاطف معه ممكن أن يمده أكثر في هذه الفترة. أجد أنه التنظيم يعني خسر الكثير من مصداقيته، وكلما انخفضت يعني قدرته في تنفيذ العمليات، هذا يعني بأنه خسر يعني مصادره المالية. هو يقوم بتنفيذ عمليات في سبيل الحصول على أنصار والحصول على تمويل،
فنحن الآن أمام مشهد أنه اختفاء العمليات أها الإرهابية انخفاضها، وهذا يعني بأن تمويل التنظيم أيضا انخفضت، يعني مصادر التمويل أيضا انخفضت. نعم والخبراء يقولون بأنه لا تحدثني عن الإرهاب، حدثني عن المال. التمويل هو العصب الرئيسي لهذه الجماعات المتطرفة. شكرا جزيلا لك من بون الألمانية. كنت معنا سيد جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات قضايا الإرهاب والاستخبارات. شكرا.